ازيك شباب، معكم حلقه جديده مع يوتيوب جيمنج. النهارده جينا نلعب لعبه بلاي هاوس الجزء الثاني يا جدعان. مستر روبس معرفش ومدرك ايه. طبعا يا جدعان اللعبه دي بنت هتحاول تدور على اصحابها، ولعبها اللي بتلعب بيها هيمنعوها يا جدعان. بما انكم بتحبوا العاب الرعب زي ابو اللزليز وقلبكم جامد زيه يا جدعان، قلت نجرب اللعبه دي مع بعضينا، وخلينا يا جدعان نبتدي جيم جديد ونشوفها عامله ازاي. تخيلوا بقى لعب هي اللي بتمنعكم يا جماعه. واحد عنده بلاي ستيشن 1 يقول لك والله يا بت ماشي النهارده تقعد وتلعب الجهاز. ايه؟ جاست اي ووز ايوه الشخصيه بتاعتنا يا جماعه. اوه يا جدعان هنحاول قد ما نقدر ما نعملش دوشه ونعمل صوت، عشان كل ما نعمل دوشه ونعمل صوت مش عارف مين اللي هيسمعنا. الله يستر. اهو دي خطوات رجل، ده انا هتسحب بقى النهارده يا جدعان. حلقه هص 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 بس بس بس. خلينا نشيك. طيب في الاوضه فاضيه هو ما فيش اي حاجه، ما فيش غير كل ده السرير بتنامي عليه ما شاء الله. طب كنتوا كملوا وحطوا دور تاني. طيب عشان لو حد مين يا جدعان بيحب السرير اللي بدورين يقعد يتسلق كده سبايدر مان. ايه دي كمان نقدر نستخبى؟ حلو. انزل ولا انزلي؟ ايه ده ما شاء الله عليكي. شب اوكي. طب ما احنا كده يا جدعان غصب عننا هنعمل فضايح واحنا بننط الجمب. ما نقدرش نفتح هنا الحاجه؟ لا مش مطمن هنا. طب انا ايه اللي دخلني؟ خلينا يا جدعان نسوق دي. اوكي نقدر نطلع عليها جمب. جمعنا اي سي. يا ابو اللزليز انت بتدور على نفسك ولا ايه تقريبا يا جدعان؟ الله ما فاهم يا جدعان. خلينا مكملين. جمعنا حرف الاي نصير اي سي تيوب جيمنج. الله عليك. بسرعه بسرعه مش مشكله عادي يا جدعان مش هنخاف. حته سد ما شاء الله. انا علي بعمل دوشه دوشه وازعاج. في حاجه والله في حاجه قاعده يا جماعه. ايه ده انت مين يا عم؟ نقرب بالراحه. اوكي ده بدوب. ايه ده بديبو سخن. اجري اجري بسرعه 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 بسرعه. اجري 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 اجري. حاول اطلع صوان يا جماعه. لا 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 جم. امسكني جم. ماتت يا جدعان. دخلت مستر. انا كنت صاحيه ولا نايمه ولا معلش سوري. والله كان حلم سيء. It's the same dream. نفس الحلم يا جدعان كل شو بتكرر. Maybe it means something. Maybe معنى حاجة. You're going crazy. أنا حجان. I'm not crazy. أنا مش مجنونة. إيه مجنونة؟ Kids, more things for you to make a mess with. لعب يا جماعة. New toys. أسوأ حاجة. الأسرار متجمعين. البت عرقت أول ما شافت اللعب ده بدوب يا جدعان. افتكرت يا أختي. طلع لك في الحلم. I feel like I've seen this before. ايوه. These are quite creepy looking. No they're not. They're adorable. انا فرحانين. دول ما شافوش حاجه يا جدعان، ما يعرفوش الا ابو اللزليز شايفها عامل ازاي. Mr. Stripes. What are you going to call yours, Esther? هنسميه ايه بقى ده؟ Mr. Hop. والله مستر هوب. اسم اللعبه يا جدعان. الله على البدايه الرهيبه. كل ده انترو؟ طبعا يا جماعه مش هوصيكم بقى باللايكات، مش هقول لكم كام لايك يا جدعان، بس عشاق العاب الرعب. اوكي؟ عايزين يا جدعان نشوف بقى اللي ما بيخافوش يا جدعان يعملوا لايكات وتكسروا زرار اللايك يا جدعان، وخلينا بقى نقعد نستكشف الاوضه بتاعتنا اللي كلها سراير يا اختي. كبروا بيلعبوا مع بعضيهم رايقين. هنا عملنا دوشه عادي خالص. خليني اجري اجري اجري. اوكي اطلع من هنا خالص. خليكم انتوا قاعدين مريحين. هنا بقى الدوشه تبدا تعمل. خلي بالنا على قد ما نقدر يا جماعه. ايه نستخبى هنا لو لقينا في اي حاجه لغايه الوضع مستقر نشوف هنا. اوكي هننزل يا جدعان في الجزء اللي تحت نلقي نظره. اوعى تقولي المكان المظلم ده كله ينفع اخشه. الاوضه كبيره يا جدعان وشكلها مرعب بصراحه، بس نقدر نكمل من هنا. ايوه جايالك. انت فين انت؟ انت مستخبيه دي ولا مش عارف يا جدعان؟ الصوت جاي من اليمين وجاي من الشمال شويه. في اوضه هنا عندنا خش. اوكي في كميه اوض يا جدعان والله ما شاء الله. ده احنا قاعدين في قصر يا جماعه. ايوه حرف الاس ابو اللزليز. تعالى يلا يا استا ذوق يا استا ابو اللزليز. ناخد الحرف. اوكي اخدنا حرف الاي اس يا جدعان. اصلنا تي يوب جيمنج. اسمها جميل جدا يا جدعان عشان قريب جدا من اسم ابو اللزليز، ولا انتوا ايه رايكم يا جماعه؟
مستنيين يا جدعان، يلا بقى انزلوا بسرعه ودوسوا على الزر الاحمر وحولوا لنا الرصاص عشان تنورونا في القناه وتنضموا لعائله ابو اللزاليز. وخلينا يا جدعان نكمل في البيت الجميل، ما عندناش غير تمثال واحد بس بلون رصاصي واحد بس كده، ده احنا عايزين نملاه. مش مطمن هنا خالص، المكان بيني وبينكم يخوف. ايه ده انتوا هنا وانا ما ادور عليكم من الصبح؟ اخيرا هنلعب استغماية هنا. مني هزارة مالي مالي ناسي يا اختي. هنلعب يا اختي، ما هتخلص تراخي. هتستخبى في المكتبة؟ ماشي يا اختي استخبى في المكتبة، وانتوا تفضلوا قاعدين بقى هنا كده كل واحد ماسك اللعبة بتاعته. تمام، خلينا يا جدعان ناخد بس الورقة دي الأول. هنتصل بمهندس يا جدعان عشان مش فاهم بصراحة، الرسالة دي غريبة وعجيبة. خلينا طيب نستكشف. 3 2 1. خلينا احنا دلوقتي نستخبى واول ما يستخبوا قبل انا ما ادور عليهم. تمام، خلينا يا جدعان نشوف الحاجات اللي جت لنا جديده. تمام، نلعب الاستغماية وخلينا ندور على الرخمين رغم الرساله دي ما اطمنتش يا جدعان. ثواني، هي كانت هنا ولا مش والله لا بدل مش فاكر كانت هنا ولا ما كانتش هنا يا جدعان. المفروض راحوا يستخبوا وانا هروح ادور عليهم. الله، اللعب بتاعتهم هناك وانا اللعبه بتاعتي سبتها هناك. اوكي، غضت وضعنا كويس. خلينا نشوف البنت والولد راحوا فين. ثواني، يا الكرسي ده نقدر نستخدمه يا جماعه بس عايزين نشوف بس احنا. اوكي، باب مسوجر يا جدعان. باب مسوجر ده فوق بالزليز. يا ترى يا هل ترى يكونوا جدعان مستخبين في الدور يا حبيبي يا كمبوره؟ اوه عليك يا عيني العرب، بتدفع على مين؟ اوه قفشته يا جدعان. ناقص الثانيه، اكيد الذكيه واقفه في انها حطينا مستخبي ورا تمثال رغم ممكن تكون واخده ذكائه يا جماعه. ايه ده؟ غريبه يعني. طب استنى استنى استنى، عرفت مكان يا جماعه، ننزل بسرعه بسرعه. نروح الناحيه دي، هنرجع تاني يا جدعان. ممكن تكون هي مستخبيه في الجزء التاني بتاع المكتبه لان اكيد مش هتفكر نفس تفكيره. اوكي، الجزء التاني بس هنا يا جدعان، الجزء التاني ما ينفعش اصلا نخشه. معقوله تكون هي طلعت فوق واستخبت في المكتبات يا جدعان الجزء اللي فوق؟ ما اعتقدش يا جدعان عشان هم حاطين اللعب هنا. ثواني بقى عشان شكلها دي هتتعبني بصراحه. ايه ده، انت كنت هنا ازاي؟ والله ما شفتها يا جماعه. As usual, I was the best at hiding. والله كانت مستخبيه بطريقه غريبه. To move to different hiding spots. It's not fun playing with a cheat. A cheat? You two are lucky. شوف انا كنت حاسس انك بتغش يعني عشان رحت قبل كده نتاش. مين دي كمان؟ Don't you know this is انا مش دوشه في المكتبه، انا اسف. ماشي يا بابلي. Awful children. بتروح على المزعجه ومتعبه. We can go somewhere else. I'll go get Mr. هنروح مكان تاني يا جدعان وهروح ناخد اللعب بتاعتنا علشان نلعب بقيه الاستغماية الرخمة بتاعتنا. فخلينا نروح سريعا سريعا. ايه ده، كان مين اللي كان واقف هنا؟ اوه اللي وقعه. Oopsie, I must have left you too close to the edge. هاتي هاتي هاتي. اوكي، اخدنا يا جدعان ونكمل الجزء التاني. ده كده فيلم اكشن يا جماعة، والله ده مش لعبة عادية خالص. كان يا مكان كان استه نايمة، جت دبدوب بص لها بصة غريبة ولعب عينيه كانت لي من راحت شمال يا جماعة، وهي فتحت عينيها. يعني انت مركزة؟ ده ماشي خالص. الله، ممكن يكون يا جدعان عطش بالليل وراح يشرب. يا لهوي، دبدوب ازاي بتمشي اصلا؟ ايه ده، مين ده؟ جدو وماما. جدو ما تعملش دوشة يا جدعان. فلشتي تقول لا وتراجل. انا ازاي اعدي من فوق اللاعب يا جماعه؟ انا اخدها باركور. اوكي، ما نمشيش على تستهبل. تحدي يا جدعان، يلا اوكي نطلع من هنا ما نعملش دوشه على قد ما نقدر. عملنا ده. مين اللي كان ماشي من ورا هنا اللي استقبل الاستخبى؟ انا شايفها دي. نستخبى. طب يا زكي استخبى هنا. اوكي، دي بتعدي بتشيك يا جدعان، بتشوف مين رايح جاي. شكلنا هنترن على النهارده. الله يستر يا جماعه، جاينا بالعصايه تيتا. فخلاص تيتا بقى، اجري ولا امشي يا جماعه؟ والله ما عارف، بقيت محتاس ومتلخبط. اهم حاجه بس اول ما نشوفها يا جدعان نخلع على طول. نبدا نخش الاوضه هنا. خلينا نشوف طيب الرساله دي. والله يا جدعان انا خدت معارف اراء. المهم يا جدعان، انا اللي انا فهمته الملخص اللي التسجيلات يا ريت ترجع هنا في اسرع وقت والامضه بتاعته. اوكي ماشي يا حبيبي، ان شاء الله ارجع لك بس نفهم بس كلامك الاول. خلينا يا جدعان نزوق دي الاول، ناخد بس اسم الكريم ولا سريس. جامب جامب. ايه ده، مش هطلع ليه؟ خلصي بقى، اخيرا انا اخدت الحرفه والله بالعذاب يا جماعه. ما علينا، تحسوا لو تحدي باركور مش يا فرف. يلا كامبورا، جا منين ده؟
منين كان معدي البنات بتخف من الحاجات دي يا جماعة؟ المفروض ده يخوف اكتر من اللعبة المرعبة خالص. انا حرق الصريخة هسمع المكتبة كلها تبقى فضيحة. عايزين نخلي بالنا من الصوت يا جدعان، مش عايزين علاش الفريند ممكن تفضحنا. ايوه ناخد بقية الحروف، ناخد دي كمان زي الفل، نصنا حرف التي والار يا جدعان، فخلينا ندور عليهم بالمرة. اوه كنت حجاب واحد مسك، كان زماني مترني على. يلا مشيت الحمد لله. الحمد لله يا جماعة، انا بيني وبينكم عايز انزل تحت في صوت موسيقى غريب وعجيب، بس طالما هي معدية من هنا ايه الفكرة يا جماعة؟ يبقى كده في... والله فرفر ما تهدى يا فرفر، ما تفضحناش بقى ده شوية انت كمان. ايوه حرف التي الحمد لله. اوكي نصنا كده حرف الار. اه يا جدعان بس المكان ده مش حلو خالص، لو اتقفشنا في حد جه من هنا هنروح فيها يا جدعان. خلينا ندور بقى على حرف الار الاخير ونخلي بالنا خالص منهم لان هم منتشرين في المكتبه، ولو اتقفشنا هنترن على ما نحلمش بيها يا جماعه. الباب ده نفسي افهم فين مفتاحه، مخبي فين الشاي. موقفي وحش، موقفي وحش. امشي في اتنين يا جماعه، ايه الهبل ده بيبدلوا مع بعض؟ والله تبقى مشكله لو حامش انا ازاي مش عارف، انا دي لسه مبدله مع التانيه، هتسحب انا وراها بقى؟ لو عطتني ظهرها كده انا رحت فيها خلاص، مش هينفع ارجع تاني انا. يلا كملي 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 يا رب تمشي خالص من المنطقه. وقفت يا جماعه، وقفت يا جدعان. اوكي لف وارجع تاني يا ابو اللذيذ، موقفنا وحش واتحاشرنا واتحاشرنا. ايوه كملت الحمد لله. خدها جري، خدها جري، اجري بسرعه. هدي 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 هدي، مش عايزين نعمل دوشه يا جدعان، احنا كده هنفضح نفسنا، فاحنا المفروض نمشي بالراحه وناخدها ايه حته كده على السريع. ها في صوت حد بيجري، والله صوت حد بيجري على لعبه في الاوضه دي، معقوله؟ والله كان يا كمبوره. اروح ولا ما اروحش يا جماعه؟ ها انا مش مطمن بس لازم نشوف ايه الكلام. ننظف المطبخ يا بنات. خلاص انتوا عرفتوا تعملوا ايه. يلا ايه اللعبه الرخمه؟ ما شفت حد والله كان بيتحرك. صح ازاي جه هنا؟ اوكي في حاجات جديده يا جدعان اتضافت لنا، فخلينا نزق الحاجه ملهاش اي لازمه. ومفيش حروف تانية جديده، وعايزين يا جدعان ننظف المواعين في المطبخ. روح نستخدمنا احنا اصلا ما كناش في المطبخ، فخلينا احسن نكمل زي ما احنا. والكابتن I don't know what you're playing at, Esther. If I catch you out of bed again, you'll be spending the night in the cellar. Do I make myself clear? Yes, Miss Beverly. أنا أسفة، أنا أسفة. Wait. بسنا. تقول لي خش نوم يا أما على صايع روحات. أنا أسفة. كلهم نايمين يا جدعان. أوكي أوكي مش هنعمل إزعاج. يلا. يلا. خش نام. أوكي. الله يا جدعان اللعبة صعبة صدقوا. دخلنا في الشابتر السادس ولا يومنا السادس. يلا ناصرنا كده المفروض حق. مين ده اللي واقف في الضلمة؟ بدأنا يا جماعة. اوكي اهو والله واقف. لو انا ريحاله يا قلبك الجامد. ايوه نخلي بالنا يا جدعان. الله على عيني اللي بتشيك شايفينها. ايه بتشوف الاحداثيات. اوكي بالدار يا جدعان كتر خيرها، والرخم اللي حيطلي لعب في كل مكان عشان يقفشني. ها انا المفروض اجمع الحاجات دي. ثواني يا جماعه، ده انا اول ما جمعت بس جزء يا جدعان على طول بدات الموسيقى وبدات الحركات. فخلينا ننزل طيب ونشوف الوضع ماشي ازاي، لان واحد رخم حيطلي برضه لعب. يلا ابو اللذيذ، يلا يا استايا. حد يا جرى الناحيه الثانيه يا جدعان، ده قد اتفسح بالعربيه. يا ازاي مسكني يا جدعان؟ انا مش شايفه اصلا. مش فاهم حاجه يا جدعان. ماشي مع الموسيقى ولو بيشوفني بيطلع من باب واحنا ما بنشوفوش. خلينا نكمل. ما انا عديش في نفس الوقت هو بيعدي فيه. اوكي كده فهمت يا جدعان اخيرا اللعبه الغريبه العجيبه. اجري بسرعه بسرعه. اوكي ونمشي بالراحه كده، مش عايزين نعمل اي دوشه. شايفينه؟ ماشي اهو في الضلمه والله بيتفسح. قول اعمل موسيقى. شايفين؟ اهو اهو. بتقول يا جدع، قول يا جدع بالموسيقى بتاعتك الرخمه دي نقدر راح يا جدعان تليبورت الاوضه اللي هناك اهو اهو المفتري. مش عايزين بس نعمل دوشه على اللعب رغم ان انت والله عامل ازعاج لوحدك من غير اي حاجه.
ايه الاوضه الفاضيه ملهاش اي ست اللازمه دي؟ معقول انت رايحه عشان تبصي بس على حاجه ملهاش اي ست اللازمه؟ اكيد يا جدعان دي مش موجوده من فراغ. يلا كده نهدي شويه، خلي الكابتن يتفسح ويلف في المكان. مكتب جدعان بقى رسمي، ها ماشي ومنتشر في المنطقه كلها. ناخد طيب الحاجه دي. اوكي خش البوابه يلا. هات لي ترابات يا مفتري، حط لي ترابات يا جدعان في كل مكان. والاوضه دي اللي ملهاش معنى لغايه دلوقتي لسه مش عارف بصراحه ايه الفكره بتاعتها، فنحاول نرجع. يا جدعان بقى سريع. لا لا حاول ما تدمجيش، احنا مش ناقصين احسن نجينا بجد يطلع لنا من بره. لا 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 بسرعه بسرعه. هذا دي في كل مكان يا جدعان. احنا اوكي بقى اسرع من اول. تصدقوا التحدي هنا صعب. يلا يا اسطوريه كملي. ترابات يلا هنتفعص يا جدعان. كمل انزل. الحمد لله. يلا دي كمان كابتن معدي. ما خلاص يا جدع وترتنا اكتر ما احنا متوترين من غير حاجه. انزل بسرعه. عايزين يا جدعان المفروض نجمع ثلاثه من الحاجات اللي باينين قدامنا دول وقبل الكابتن التاني ما يشوفنا. ايوه شفت واحده. يلا ايوه الحمد لله. ناقصنا اتنين يا جدعان. يلا يا حلولي يعني هنعدي كده. يا والله يا شفتوا جه ازاي؟ جه في لحظه يا جدعان. صدقوا يا جدعان والله بقت صعبه في الاخر، والمجنون ده اللي بيسيبنا. خلي بالك يلا. اوه يا جماعه اخر انا عندي اللي بتفل علينا، انا عمال يشيك ده حاله كاميرات يا جدعان. يلا في نصنا واحده بس. ايوه الاخيره اهي الحمد لله. يلا واو خلصنا. سامع صوت نار يا جماعه، خلينا نشوف ايه النار دي كلها اللي تحت. بس احنا مش ناقصين دوشه، احنا كنا اصلا مصدقنا نمشي بعيد عن الدوشه دي. ايه النار دي كلها؟ I need to put this fire out before the whole house is burnt down. عايزين نطفي يا جدعان البيت ما كله ما يتمسك فيه. لا محتاج طفايه. خلينا ندور طيب في الاوضه. ايوه اخي والله قلت لكم يا جدعان من بدري الاوضه دي اكيد هيبقى ليها حاجه. هروح يا جدعان فين بقى؟ في المطبخ. لو يروح اغسل المواعين. لا احنا نروح نملى ميه بسرعه، مش وقت مواعين دلوقتي. يلا بسرعه استاي انت سريعا. رحنا المطبخ يا جماعه. يلا املي الحمد لله. نرجع بقى تاني ونطفي النار دي كلها. انزلي طفي النار. ايوه انا مت ولا طفيت؟ ايوه طفيتها يا جماعه الحمد لله. يلا فك التعويذه. كتر خيرك بصراحه، احلى حاجه يا جدعان بتبص بعينيها. ده لسه التكمله بتاعتها كمان. What do those symbols mean? And why do I keep seeing them? اوكي ليه بتشوف الحاجات دي ومعنى الرموز دي ايه؟ احنا لغايه دلوقتي مش عارفين، بس احنا فكينا اللعنه يا جدعان بيها، بس لغايه دلوقتي الفكره بس معناهم ايه احنا مش عارفين. فخلينا نطلع بس من الاوضه بتاعتنا. ايه ده انتوا لسه هنا؟ Molly, you put Mr. Hop in the kitchen last night and got me in trouble. What? That wasn't me. قلتلك مش انا اللي حاطط اللاعب اللي هناك في المطبخ. When I have Miss Bo. Are you sure you weren't just sleepwalking? You know, maybe if you didn't. طبعا يا جدعان عمالين نتكلم ان احنا بنمشي واحنا نايمين والجيران ده انتوا فاهمين بقى كلام بنات واولاد عاملين يعملوا ايه دوشه يا جدعان؟ وكلهم مصدومين. مش مصدقين يا جماعه، اخرت اللعبه بتاعتها وباي باي. وانت ايه نظامك؟ تروحي تعتذري؟ اخلع على بدل ما ببص ما اقولكش. هنروح نتاسف لها يا جدعان؟ اوكي. هنروح نتاسف لها وانت مع نفسك انت. واخيرا حرف الار يا جدعان. اوكي جمعنا كده الحروف بالكامل. نتمنى بقى نلاقي صاحبتها. ايه ده يا جدعان؟ المكان الغريب العجيب ده. دخلت في المكتبه لقيت شفت اللي قدامي وهي اللعبه بتاعتها. اوكي انا كنت حاسه لو هيحصل ده. انت بقى فين؟ وانت كمان؟ الله كان ماسك في دي حاجة تانية يا جدعان. مين بقى التالت؟ ايوه انت يا حبيب القلب. ها حبيب كان عمي يا جمل. وبكده يا جدعان خلصنا الديمو بتاع اللعبة دي يا جدعان. نستنى بقى لحد ما تنزل، بصراحة عجبتني جدا. مستني رأيكم في التعليقات، ايه رأيكم فيها؟ اشوفكم مرة جاية فيديو جديد مع يوتيوب جيمنج. يلا سلام. We'll be right back.